واش غادي نديروا احنا؟ رزقنا غادي رزقنا كيمشي كلشي كيمشي كتخونوا بالليل تخونوا بالنهار اللي بغى الله هي اللي كاينه. احنا دخلنا هنا هنا دخلنا لهاد السوق اخشي، اما كنبيعو ما كنشريو والسلعه ديالنا كتمشي. حنا هاد السوق بغينا نعرفو واش السوق ولا ماشي السوق. الشفره كتشفر لينا بالليل وبالنهار، ما خلينا بمشينا، بغينا من المسؤولين يجيو يشوفونا. احنا بغينا من المسؤولين يجيو يشوفونا. احنا رزقنا ماشي لينا هنا، شنو رزقنا ورزق اولادنا. ما عرفناش السلعه ديالنا اللي كتخول فين كتمشي، والكاميرات ما خدامينش، ما كاين لا مال ضو ولا والو، والسوق مسخ كلشي مسخ. والو الكاميرات عواتفين، ما كاين لا مال ضو ولا كاميرات لا والو. حتى طواليطات ما فيهم لا ما لا والو. حنا كنعرفوا بغينا نعرفوا السلعه ديالنا فين كتمشي. كنجيو في الصباح كنلقاو سلعتنا ماشيه لينا. مشينا عند العائله قالت لنا حنا غنجيو عندكم وغادي نديروا معكم حل، وتا شي حل ما شناه. من كورونا ما عمرنا قشفنا في هذا السوق، رزقنا كيمشي لينا. الرزق ديالنا كيمشي، راه كتشوف هادشي كتشوفي كلشي بعينك، والنظافة ما كايناش ما كاين والو. هادشي كتشوفي دابا كلشي انت جيتي، واحد شحال الساعة دابا ديال 12 و50 درهم ما بيعيناش، ورزق أولادنا مشى لينا. و10 درهم نعطيهم حتى 20 درهم، وين السوق ما كاينش أختي، السوق ما خدامش، ما خدامش السوق. هادشي اللي كاين أختي. وما كاين لا ضو لا ماء لا كاميرا لا والو. كتجي الصباح كتعاني سلعتك كتلقى سلعتك مشات لك، وكلشي كيدخل والو، ما كاين والو اختي. راه رزق اولادنا مشى لينا هنا في هذا السوق هذا. راه حنا مسلفينا من عند عباد الله باش معمرين، حنا الناس كتسلف عندهم باش كنعمروا، من كتجيو في السلعه كتمشي لينا. راه هادشي اللي كاين اختي. شنو كنطالبوا؟ واه حنا كنطالبوا المسؤولين يجيو يشوفوا من حالنا. هادشي اللي كيجي يشوفوا من حالنا يديروا لنا تشويت الخير. وحنا ما عرفنا حتى مسؤول، فين هو المسؤول؟ كاين شي مسؤول؟ ما كاينش. حنا كنطالبوا اما المسؤول يجي يشوفونا لحالنا. لا والو ما عارفينش. الباترون اللي شاف السوق ما عارفينوش. واللي جاي شكون كيعطيو 10 دراهم؟ راه كيقول لك الباترون راه كنعطيو 10 دراهم. ما عارفينش المر كنعطيو. ود الباترون هادشي اللي كاين اختي. ها كيقولوا ها حنا ولاد الباترون، حنا اصلا هاد ولاد الباترون. يلا دوي السلام عليكم. بعدا حنا تيقولوا هاد الناس المسؤولين تيقول لك هاد الباترون هو اللي كاين، حنا كنشوفوا غير الجدراري صغار والشفاره. حنا هاد المشروع هو ديال سيدنا تبارك الله، الله يطول لنا عمره، وكنشوفوا سيدنا كما كيدمج وغادي في المغرب وغادي كيكثر في الاتصالات ديالو في العمل باش كلشي يخدم، والمغرب كلشي يعيش زوين وكلشي يولي زوين، وتا العيش الباسط تا الدرويش تا هو يعيش. حنا كنشوفوا سيدنا هو كيدير المجهود، والناس الاخرين المسؤولين ماشي قد المهام ديالهم، لان السوق اصلا بلاصتو ماشي هي هذه. السوق اصلا بلاصتو ماشي هي هذه، وكما كنشوفوا السوق انتم كتشوفوا معايا انتم، كاينين حنا 20 دول دار الامان اللي قال لك غتوجع سوق فيه 760 بلاصه. الضغوطات على 20 ولد دار الامان، انا نتحدى اي واحد حيد 20 ولد دار الامان واستولاد الكاريير، يعني حنا شي 30 هنا. حنا 30 ما غنجحوا السوق في 760 بلاصه. حنا دابا طلعنا عند القايده اليوم من اجل هاد السلعه اللي كتخون. قامت معنا بواحد المهمه مزيانه، قالت لك غادي نجي وسيري وديري ديكلاراسيون في الكوميساريه. حنا ملي غنوليو نمشيو نديكلار ما خاصناش نوصلوا لهادشي، بلا حنا مشينا نديكلاريو على الفول. حنا بلاد المغرب بلاد الخير، نديكلاريو على الفول. حنا كنعرفوا كديكلاري على الكريساج هادي مع اي مشكل ديال الضرب والجرح، كنعرفوا المشاكل كتجي الكوميساري. مشيو على اللوبيا، وحنا بلاد الخيرات. حنا رغم كورونا تحد العالم كامل التكنولوجيا ديالو، ولكن حنا النعمه اللي عطانا الله في الارض مع حتى انسان. حنا راه ولا التراب، ولكن هاد التراب هاد الناس راه خرجوا عليه، هاد التراب وهاد الارض راه خرجوا عليه، وكنضيعوا بزاف في هاد السوق. وكما كتشوفوا لا ضو، انا بعدا ما عمري شي مسؤول،
جنوبه قال لك انا مو السوق ما عرفت انا كاع شكون هو. الناس كيقولوا ديروا الكاميرات، الكاميرات راه كاينين، كاميرات كاينين ولكن ما خدامينش. دابا ندخلك اختي ما تبقاش خدامي، دابا تدخل ما خدامينش، الماء ما كاينش، الديكور حتى حاجه ما كاينه، وانت كتشوفي السوق راه عشوائي، شي باني شي طالع، مول مليون كيبني، مول جوج كيبيع، خدام هنا المليون وجوج وثلاثه والربعه، وهادشي راه جاي من المسؤولين. ان سيدنا راه عطانا هاد المبادره هذه، الله يطول لنا في عمره والله ينصرو، ولكن ما شلنا والو. الناس المسؤولين راه ضغطوا علينا واحد الضغط كبير، بالنسبه راه الضغط كبير وما عرفناش علاش نخرج. ماشي بلاصتو، لان السوق كان في الاول في القيصريه، ان هذه كانت زباله حاشاك اختي، لان هنا كنعرفوا حنا دار الامان الساكنه 4600 دار بقات ملهي. حنا هاد البلاصه هادي كانوا عاد يتكريسوا فيها الناس، فنادو قالوا غنديروا فيها السوق، هي لا درتي غتلقاي طايره بقر والجبيله. كيفاش مراه عندها 60 عام 50 عام غتجي ملهي لهنا على كيلو مطيشه، غتقدا مع هذا الخضار اللي ولا كيحل توا بلا رخصه، لان القايد الاول القرقوري هو اللي دار هذه المشاكل كامله، باع الحوانت وزاد في الحوانت. يمكن لي نخرج دابا نوريك مليون وجوج ديك الحوانت اللي شاد فيهم مليون وجوج وثلاثه، قايد القرقوري المراكشي اللي حيد هذا البلاصه وعطاها لهذا ب 100000، حيد هذا وعطاها لهذا، والقايد هو اللي زاد خربقه. هاد القايده هادي غاديه مواظبه معنا مزيان، وحنا نشوفوا الاخر ديالها تاهي كثر من المعذبين كثر. انا نتمنى الحبس على هذا الرزق هذا والله، لان انا ماشي ثلاث ايام ولا كنتخون، ثلاث ايام انا فطوري، انا لا فطوري قلبي، انا ما فطرش جاي. ها هو الخبز ديالك هذا كليتو، انا هذا كليتو، انا شان بالك فاطر دابا ما فاطرش. من عند القايده الكوميساريه ومن الكوميساريه اللي عندكم راه دايرين عساس، قالك ديروا لا هذا راه كبر الصفار، انا نقول لك في وجهه في وجهه وريني انت العساس. الناس كيقولوا ديروا عساس، ما كنجاوبوش. وفينا هو العساس؟ ورينا انت. وفينا هو؟ ما عرفتش. كيتخلص من هذا الفول كيجي يحتيه لي بالليل ويعمر الخنجه ويتم غادي، اجي باش كيتخلص. الناس كيقول الامانه كذنوبنا على اللي حاطو، وداك اللي حاطو احنا ما عرفناش، لان المسؤول اللي حاطو اصلا المسؤول ما خصوش يكون مسؤول، لان ماشي قد المسؤوليه. عطاك سيدنا واحد المبادره واحد المسؤوليه باش نطوروها ان شاء الله، كما قالنا سيدنا خصكم تحيدوا العشوائي، احنا حيدناه ودخلنا باش نزيدوا بهذه المبادره. هذه المبادره ملي دخلت انا لقيتها كلها خونه من العامل والباشا وزيد القدام. القايد الاول تا هو الشفار، هاد القايده احنا غنشوفوا المياه كيفاش دايره. السلام عليكم. خويا انا مستفيد بسوق البراكه. واخا عطيتها شنو الاضافه اللي بغيتي تضيف؟ داكشي اللي قالوا صحابك. اختي اش غنضيف انا؟ انا ضربت الحبس على هذا السوق، انا مشيت في شهر ديال الحبس. ندوز الشهر ديال العكاشه ما عمرنيش الحبس كيدير، جيت دخلت لهذا السوق. جينا دخلنا باغي نبيع ونشري وزعما نترقعوا شويه ونديروا حنا شي حاجه لوليداتنا ولادي، دخلنا بالغارة. انا بعدا مشيت ليا شي 7 الملايين السلعه اللي كندخلها. انا راه كانوا عندي فيديوهات الاولين، انا وريتك الخضره النايضه لفت ناض دار شنقول لك بحال قلتي في البحيره، خيزو كلوحو مطيشه كذلك. مشينا عند القايد الاول، القايد الاول مشيت عندو قلت له وسعت القايد هادشي راه ما خدامش، هادشي باش غنجيبو السلعه وغنلوحوها. قال لي غدخل السوق ولا غنصيفط لك الحبس. قلت له راه ما يمكنش دابا، واش تلجات لوليدات واش غن اش غندير؟ قال لي ما مشيتش غنصيفط لك الحبس. اختي حنا لما تسمتي نقول لك حنا واحد جوج كلمات، نقول لك واحد جوج كلمات، حنا خاسرين خاسرين، تسمتي لي اختي، حنا خاسرين خاسرين، تسمتي تسمتي اختي، حنا بلا خونا بلا والو، تسمتي نقول لك اختي، حنا بلا خونا بلا خونا بلا والو، إلا ما تخوناش غنلوحوها، فهمتيني ولا؟ المهم كاين كاين، كي خونا كي بلا خونا. حنا اختي الرساله ديالنا هي اعاده الهيكله ديال هذا السوق، هذا السوق ما خدامش، هذا السوق راه كاين تقريبا حنا اش نقول لك شي 680 بلاصه، دابا راه اكثر من نص مبيوع، اكثر من نص في السوق مبيوع، هات القيصريه دابا دخلنا عليك بالله حنا 30، السوق فيه 670، ودابا نحصيهم لك الدراري كاين شي 30 ولا 32 واحد.
هي اللي كتبيع وشري ب 670 بلاصه. الدخول للقصريه تيدير الفيديو على القصريه غيبان لك الفيديوهات مسدودين حتى واحد ما كاين. حنا ضاغطين علينا، علاش ضاغطين علينا؟ حنا كنا كنبيعو ونشري في واحد البلاصه انايا بدار الرمان مدة ديال شي 24 عام اختي ولا 26، انا من نهار عقلت على راسي وانا كنبيع ونشري في دار الرمان. فهمتيني اختي؟ جات هذه المبادرة، فهمتي جات هذه المبادرة، قلنا غنعطيكم كرارس المرة الأولى ديال 74000، قلنا لهم ما كاين مشكل، ناخذوا هذه الكرارس وهنا غنبقاو في بلايصنا، قال لك غتبقاو في بلايصنا. قال لك غتبقاو في بلايصكم، قلنا لهم ماشي مشكل، جلست واحد الشهر وقال لك حدا قعدكم مشروع ناجح 120%، غتاخذوا حوان تعاند كيدير 50 مليون 60 مليون، غتعود كذا غتعود تتبع فهمتيني الكونت ديالك تعود بشوية فهمتيني ولا لا؟ بحال قلتي وهمونا، أنا بعدا أنا ما نكذبش عليك، أنا النهار الأول قال لي المبادرة فرحت، قلت نقول بعدا عندي محي لوليداتي ثلاثة لا حتى لا متي أنا نخلي الدراري باش يترقعوا. دخلت انا دخلت الصحة هذا السوق، انا جيت شتو النهار الاول العامل، العامل العامل لقيته عاد البال، العامل والباشا والشقية لقيتهم عاد البال، جابوني السلام عليكم غادخل السوق، درت في السوق قالت لهم وسعت العامل السوق راه خاوي، قال لي لا غادخل ليه راه بكتو بواحد اخر باش غينجح، قال لي ماشي مشكل ندخل يا كامل يا بيه ندخل، مشيت جوندا جوندا ديال السلعة شي 180000 ديال السلعة لي سيرو، انا قلت زعما السوق غيكون، حتى بقيت كنشوف فيها ضربت عندي 15 يوم لحتى تسلفش مشيت لزاكورة خديت 100000 ما خليت فيه مشيت كاع الاب ما قدرتش عليهم ما كاينة بالمية بالحباب حتى هما كيتعاونوا معانا وهاد والدابا والله يا اختي الا كذبك الله يطير دابا غارق شتي انا كنطلب من هاد سيدنا يجي ندير لي تنازل انا على هاد البلاصه هادي ولا هاد القايده ندير لها تنازل انا على هاد البلاصه تعطيني اش 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 قلت اللي غناكل منه طريف دخول